منورني جندال، دير بالك على حالك. السلام عليكم. الله معك. الله معك. ان شاء الله ما يتأخر. ان شاء الله. ست سلاحك انت وياه ولا خليه يشوف شغلك. ولا يهمك. قدامي عن مغارة. امرك. قدامي. والله ما بنعرف يا عقيد، الله وكيلك ما بنعرف. ما راح تقروا لا منك إلو بين راح جندال. لو كنا بنعرف كنا حكينا يا عقيد. احكي له. احكي. اتركوا ناجي، اتركوا، هلا بنشوف. بس قسما عظما اذا بتطلعوا كذابين راح تشوفوا شيء ما بيعجبكم اليوم. اهلين جندال، طمن. الظاهر الزيبق مو ناوي على خير صوب الفرنساوي ابدا. يعني انت ما فهمت شو حاط براسه؟ اللي حاطه براسه انه بده يجابه الكونوليل، عرفت علي؟ وما بده يتركها واطي بنوب، ومن هلا لبكره يمكن نترك محلنا. ايوه، معناتها انا رح وصل هالشيء للحاكميه، وانت خلع انت ورجالك عند الزيبق بيكون احسن. اخي نحن بنعمل اللي بشوفه مناسب، لا تاكل هم لبنوب. قول يا رب. السلام عليكم. السلام. واحد اثنين. رح احكي رح احكي احكي. لك اللي ما عم يفوت براسي انه شلون الواطي جندل بده يخلي فينا. لك شلون؟ لانه زغبه، بس الف الحمد لله انه كشفناه قبل ما يوقع الفاس بالراس. طب وشو ناوي تعمل يا زيبا؟ يا عم فكر فيه اكبر من انه نخلي من هون وعلى هسي. شو عم يدور ببالها؟ جايكم بالحكي، بس بدي تحطوا ببالكم انه الشيء اللي بدنا نعمله دربه كتير طويل. الرجال كلهم جاهزين ومعك على الندهة بضاي. لازم اليوم بالذات يصير الشيء اللي عم فكر فيه خليل. الظاهر بدك تفش خلقك مشان خطبة بنت الزعيم ابو العز. تخمينك مو بمحله بنوب، ريح لي حالك ولا عاد تخمن على كيفك. لا يا صاحبي انا حاسس فيك من يوم اللي اجاك الخبر وانت ما عم يجيك نوم. اللي شاغلني شيء تاني. الجوازي اليوم بتلتغى من اساسها اذا هيك بترتاح. مو من عوايد الزيبق اللي يخرب شيء. سنة دربي صار صعب. الزيبق ورجاله. الزيبق كشفنا يا سيدنا. وينهم هلا؟ لك وينهم؟ بيظهر غيروا مطرحهم. والله يا رجال
عم تقتلهم على فرنساوي يا اندار. لو ما هربوا هالاندار كان ما رجع منه المخبي. الحمد لله على كل حال، وهي فاتحة خير ولسه الجاي اعظم. الله يعطيكم العافية يا رجال. الله يعافيك. هدا ودود، هدا ودود، لبنوا من السلاح والغنايم وخلينا نخلي من هون بسرعة. يلا يا رجال، يلا همي همي، قولوا يلا يلا. حي الرجال، قمت الله حي عديد. علينا هارون. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. ايه ها؟ ايه بيضتوها. ماشي؟ إذا كنت تاخذوني معكم عشية ثانية. أنت شد حالك ونحن مناخذك. أنا ما بخاف من الفرنساوي بس بخاف من صوت فشا. منيح، لملم مع الشباب، لملم. يلا هي هي. بسرعة يا رجال بسرعة. ايه دانيال؟ صراحة سيدنا ما بعرف شو بدي اقول لك. قول. زهيبة عملنا كمين محكم وضيعة كثير من رجلنا. مش عم استوعب كيف شخص لحاله بيواجه قوة أكبر منه. سيدنا يلي صار كان كمين. تبريراتك غير منطقية دانيال. وعدك اني راح اسحبه مزلعيم وجيبه لهون. وقت كنت تعرف محله ما عملتها، هلا بدك تعملها؟ راح اسحبه مثل الكلب.